متتبعيننا لنا في قناة الريحانة، نشكر طاقمها الإداري الذي سمح لنا بتوجيه هذه الكلمة في هذه المناسبة وهذه الظرفية التي تعتبر ظرفية حازمة في مغرب اليوم ومغرب الغد، المغرب الذي يحلم العديد من المغاربة أن تطل فيه شمس الحرية والديمقراطية الحقة، وأن يتم فيه البناء الحقيقي لجميع أسسيات احترام الحريات وحقوق الإنسان، المغرب الذي ضللنا ونضل نحلم به، مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية، المغرب الذي يعيش فيه الإنسان بكرامته. هذا المغرب لا يمكن فصله عن الواقع الحالي ومجريات الأحداث الدولية التي حولت منطقة الصحراء إلى منطقة شائكة تتحرك فيها دوالب سياسية لا تستهدف في الأصل إلا تفتيت الوحدة الترابية وإلى خزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في المغرب. ومن موقعنا كباحث سابق في مكتب الدراسات الاستراتيجية في الجزائر، ومن موقعنا كذلك كعنصر نشيط جدا في أجهزة مختلفة خارج الوطن في فترة معارضتنا للنظام الذي نحن الآن ندافع عنه، نتحدث للجميع ونقول المعلومات الآتية: أنه في لقاء سابق لي مع الرئيس السابق للجزائر أحمد بن بلة الذي كان عضوا من أعضاء الحوار الديمقراطي في ليبيا أثناء معمر القذافي، وهذا المنتدى الذي كنت أشتغل فيه أنا بدوري كعضو التقيت به في شارع محمد المقريف في ليبيا، وجلسنا إلى مقهى. أظن أننا تجاذبنا حديثا حول الصحراء المغربية، وقال لي بالحرف الواحد أن الجزائر لم تكن تسعى ذات يوم إلى خط، ولكن الجزائر عداوة تاريخية مع النظام الملكي ولا تسعى لبقاء مملكة بجوارها، بل تسعى إلى خلق نظام جمهوري. ومن موقع هذه الحقيقة ارتعيت أن أوجه ما يلي للإخوة: إن افتعال المشاكل في جنوب الصحراوي سواء على يد انفصالي الداخل الذين كانوا يتكونون في مدارس أمام مرأى عينينا في وهران وفي مناطق أخرى في الجزائر كانوا يتعلمون فيها مفاهيم تتأسس على كون المغرب دولة استعمارية، وأن الشعب الصحراوي المسمى بالبوليزاريو أو الجبهة الصحراوية هم ضحايا النظام هذا، وأن النظام الدكتاتوري هذا يجب تغييره بأي شكل من الأشكال، ويجب أن نحقق حلم الجمهورية الصحراوية في الجنوب المغربي، لأن تحقق هذا الحلم معناه الشوكة التي ستكسر عضد النظام الملكي. ونحن نعلم ومن خلال دراستنا السياسية والتاريخية لمجرى الأحداث وتشكل جبهة البوليزاريو أن المغاربة هم الذين أسسوا هذه الجبهة، وأن مصطفى الوالي ومحمد عبد العزيز كلهم تكونوا في المغرب ودرسوا في المغرب، وكذلك فيهم كمحمد عبد العزيز من جلدة المغاربة ومن أصل مغربي، وأن هؤلاء تحت ضغط ما وظروف سياسية مهينة كانت أهم أحدى طنطان وخلافاتهم مع جيش التحرير في فترة السبعينات، هذه الدوافع التي أدت بهم إلى الهروب من المغرب والارتماء في أحضان ليبيا أولا ثم بعدها الجزائر. نقول الإخوان جميعا إن الظرف السياسي الراهن الذي يمر منه المغرب ظرف حساس. أنا عشت أحداث الربيع العربي، عشت دور الرصاص فوق رأسي وفي داخل سجونهم، وكنا نعلم بأن طعم الحرية وطعم الهدوء
لا يمكن أن يكون له ثمن. ونقر من هذا الموقف بأن هذا الهدوء الذي يعيشه المغاربة إذا لم يقفوا وقفة حازمة وصارمة مع النظام الملكي في حربه هذه ضد استكمال ضد البوليزاريو وضد الجزائر وضد كذلك الساعيين من الإمبرياليين ومن دول التحالف الشيطاني الساعيين إلى زعزعة المغرب وإلى تفتيت وحدته، إذا لم نقف معهم في هذه المحنة فإننا لن نكون في راحة البال ولن نعيش الهدوء. المغاربة الآن نحن ندق أبواب طبول الحرب، ونحن نهدد بالدخول مباشرة في حرب بعد أيام قلائل إذا لم يتم الحسم في هذا الملف. وكل سنة نعيش هذه الأحداث في أبريل حين يتم تقديم التقرير الدولي أو تقرير منظمة الأمم المتحدة لمجلس الأمن ليتخذ القرار في حق الخلاف أو النزاع المفتعل. هذا نعيش هذه الأحداث. في السنة الماضية عشنا أحداث الجريان، وهذه السنة نحن نعيش كذلك الأحداث في منطقة الشرق، الجدار الأمني. نقول بكل وضوح بأنه يجب أن نعلن تعبئة عامة ليس على مستوى الأحزاب، لأننا نعلم كليا بأن الأحزاب التي تعيش المغرب كلها بدون استثناء أحزاب كاريكاتيرية ولم تكن تفكر ذات يوم لا في الوطن ولا في الملك، وأن الخيانة ضاربة في أعماقها بصمت أو بوضوح. فيها من يتآمر ضد المغرب ويأخذ أموالا من أجندات خارجية، وفيها من يبيع أصوات الشعب أو يشتريها بدراهم معينة، وفيها من يبيع كلاما كذا. وإلا أننا نتساءل من موقع واضح، أين اليسار المغربي الذي كنا نتحدث عنه؟ أين اليسار الإسلامي الذي كنا نتحدث عنه؟ أين تلك المجالات التي كانت زاخمة بالحوارات بالسبعينات وبالثمانينات وإلى بداية التسعينات؟ كلها صارت ممسوخة. حملت الانتخابات الأخيرة لولا تدخل الملك مباشرة في خطابه لبقيت تلك الصناديق الاقتراع فارغة، لأن الشعب متأكد تأكيدا رسميا بأنه لا قرار له في اختيار منتخبيه، وأن منتخبيه لا يفكرون إلا في صناديق تقاعدهم وفي استنزاف أموال الدولة، هذه الدولة التي لا أموال لها أساسا لأنها تعيش الخصاصة من الألف من القمة إلى أخمص قدميها. الشعب يعيش محنة الفقر والجويع وغلاء المعيشة وعدم الاستقرار والتراجع في ملف الحريات وحقوق الإنسان والاعتقالات السالفة، وكل ذلك يواكبه كذلك تكدس الثروات لدى المستكرشين سواء من الأحزاب السياسية أو من حاشية السلطان، الذي يعيش مأساة كبيرة جدا من خيانة الأقارب وخيانة الأبائد. نحن نقول بوضوح بأننا يجب أن نكون حازمين. ملف الصحراء المغربية لا يتم الاستهداف الصحراويين من خلاله، ولكن يتم استهداف العرش. والعرش يا إخوتي المغاربة إذا فرطنا فيه مهما كانت سلبياته ومهما كانت خلافاتنا معه أو خلافاتكم معه، فهو الذي يمثل الوحدة وهو الذي يمكن أن يرعب الصدى. وإلا فالانفصاليين في الداخل والانفصاليين الصامتين في مناطق مختلفة في المغرب ينتظرون الفرصة لتفتيت هذا البلد. المملكة يا إخوتي في قطر، بوابة الانفصال ستنطلق من جنوب الصحراوي. لو انطلق الرصاص كما يتوقع العديدون فإن المتاعب التي سنعيشها لن لها متينا لها، ولن نحلم بالاستقرار ولا بالأمن لنا. لذلك إخوتي لنلتف من جديد حول هذا التاج الذي كتبنا عنه كتابا سالفا، وسنكتب من جديد وسنجتمع مع جميع الإخوة الذين نحس فيهم وطنية لكي نكتل المجهودات من أجل تنميع الرأي العام وتوضيح أنه هذه الفترة لا يجب فيها أن نتصارع داخليا، يجب فيها أن نقوي الجهود من أجل الوحدة الترابية، من أجل أن لا تنطلق حربا في الجنوب، ومن أجل أن لا يتم تفتيت، ومن أجل أن لا يتم زعزعة أمن البلد واستقراره
وضرب ملكه الذي يمثل التاج الأول والصيانة الكلية له. من هذا الموقع إخوتي أقول لكم بأن التعبئة يجب أن تكون تعبئة شاملة. لا يريدون بتاتا لا الصحراء ولا الغاز، يريدون عرش المملكة. وإذا كان عرش المملكة هو الذي سيدفع الثمن، فإن بعده المغاربة سيدفعون الثمن. فحذاري ثم حذاري، فإن الرصاص حين ينطلق لا يمكن أن يتوقف عند حدود ما. ومن يدري، لعل الذين كانوا حلفاء لنا من أمريكان ومن سعوديين ومن قطريين وغيرهم بالأمس القريب يتحولون شيئا فشيئا إلى أعداء لنا. فحذاري يا إخوتي ثم حذاري، يجب أن نعلن التعبئة العامة ليس بصفوف الأحزاب ولكن بصفوف الشعب، حتى يعلم بأنه مهما كان الخلاف الداخلي مع نظامه أو مع سياسته، فإن ذلك لا يشفع لهم مطلقا في الخيانة، ولا يشفع لهم كذلك في التواطؤ من أجل تفتيت الوحدة الترابية وخلق حرب ليست لا مصاريفها لدى المغرب ولا استعداداتها لدى المغرب وغيره. فمواجهة الجيران أخطر، وحدود التي بيننا وبينهم طويلة جدا، يمكن أن تنطلق من هنا أو من هناك شرارات القتل والسفك والنهب، ونحن لا نريد للمغرب الأماني هذا ولا ذاك. لذلك قررت أن أخرج بكلمتي هذه في هذه اللحظة حاسمة، لأنني رأيت أشياء كثيرة في داخلي تقع وفي الخارج تقع. سأسلط عليها الضوء إن شاء الله السميع العليم في هذه المسألة وحيثياتها في كتاب الذي هو في طوع إن شاء الله الطباعة، حول الصحراء أسرار وخبايا لم نتحدث عنها قبل، ولكن ستكون مفاجأة للمغاربة حتى يعلموا حجم التضحيات التي قدموها من أجل هذه الصحراء، وحتى يعلموا حجم المكائد التي تكاد ضدهم سواء من الجيران أو من الدول الإمبريالية المستعمرة التي انتهت من الشرق الأوسط وبقي لها شمال إفريقيا وبوابة الخطر فيه من مغرب الأمان والاستقرار والهدوء. وإلى لقاء آخر إخوتي المستمعين.